كيف تلقيتم هذا الموقف الجديد من البيرو من حكومة يسارية؟ كيف تابعتموه؟ هل وجدتم فيه الإنصاف اللازم لكل هذه الجهود الدبلوماسية المبذولة؟ شكرا على الاستضافة أولا، وتحية لضيفيك وللجمهور الكريم. لا شك أن هذا بالفعل هذا القرار يترجم جهد دبلوماسي كبير بذلته الدبلوماسية المغربية، يعني منذ ترجم في شكل اعترافات من قوى دولية وازنة من حجم الولايات المتحدة الأمريكية، من حجم أيضا التأييد الإسباني لخطة الحكم الذاتي. وينبغي التأكيد على محورية الموقف الإسباني ضمن معالجة دول أمريكا اللاتينية لهذا الملف، لأن أمريكا اللاتينية هي بعيدة عن منطقة وبعيدة عن هذا النزاع ولا ترتبط به بشكل مباشر. كل تقريبا في معظم دول أمريكا اللاتينية وحتى دول الكاريبي هي من الشعوب الناطقة بالإسبانية، وتتعاطى مع هذه المنطقة من خلال العين الإسبانية وتنظر إليها من خلال الزاوية الإسبانية. وبالتالي كان لتغير الموقف الإسباني دور كبير في يعني في تغيير نظرة بلدان أمريكا اللاتينية لهذا النزاع. ينبغي العودة أيضا إلى دعاية البوليساريو فترات سابقة، لأن خطاب البوليساريو بدأ يتفكك. البوليساريو عكفت على توظيف هذه الجزئية المتعلقة بثقافة الإسبانية، وبأن الإقليم كان مستعمر إسبانيا، وبأن هناك شعب صحراوي بين مزدوجتين يتحدث بناطق باللغة الإسبانية، مع العلم على أن هذه القيادات التي تزعم بوليساريو غير منتمي للإقليم أصلا وغير ومن غير ناطقين باللغة الإسبانية. في النهاية المعارك الدبلوماسية هي ترجمة لما يجري على الأرض، لما يجري على الميدان، وما يجري على أرض الواقع. ماذا يجري على أرض الواقع؟ هناك بسط للسيادة المغربية، هناك تكريس للمكاسب المغربية الميدانية من خلال هذه النهضة التنموية، من خلال يعني هذا التأمين التاريخي لمعبر القرقلات، ومن خلال أيضا فشل الدعاية الحربية للبوليساريو، ومن خلال الوضع المتأزم والمتراهل في مخيمات تندوف، حيث تتراجع قدرة البوليساريو على التعطير، وحيث يتم اختراقها من طرف الجماعات المسلحة ومن طرف يعني المجموعات الجريمة المنظمة، حتى باتت تهدد يعني أمن والاستقرار في المنطقة. وبالتالي أيضا تفكك جزئية أخيرة إن سمح الوقت، وهي الجزئية المتعلقة بتوظيف خطاب اليسار وخطاب يعني العمال الذي كان يتم العزف عليه إبان الحرب الباردة، والذي حاولت بوليساريو العزف عليه في السابق. هذه الأحزاب اليسارية تكتشف اليوم أن البوليساريو لا علاقة لها باليسار ولا علاقة لها بتلك المفاهيم التي يتم توظيفها في هذا ضمن الخطاب الانفصالي.